وجدت القطة طفلا وحيدا في الغابة، لكن ما قامت به كان غير متوقع. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إن القطة بشكل عام مخلوقات مشاكسة، وعادة ما تقمش أصحابها أو تسقط الأغراض، ولا تسمع للتوجيهات أو الكلام مثل الكلاب. لكن ورغم طبيعتها هذه، إلا أنها قد تفيض بالمشاعر في بعض الأحيان، وتقوم بما لا يتوقع أي أحد. وربما هذا هو السبب الذي دفع بالقطة في قصتنا اليوم بأن لا تترك الصبي الذي وجدته لوحده في الغابة وبطريقة غير متوقعة ولا يمكن توقعها من الحيوانات وخصوصا القطط. لكن لله في خلقه شؤون، كما أنه قد زرع الرحمة والمودة في سائر خلقه. فابقوا معنا لمعرفة مجريات هذه القصة المؤثرة، والتي ستذكر الجميع بأن يرحموا من في الأرض ليرحمهم من في السماء. لنبدأ. لكن قبل ذلك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. كانت هنالك سيدة روسية تدعى نيكولا إيرينا، تعيش بالقرب من غابة باردة في روسيا، بالقرب من سيبيريا المتجمدة. ورغم أنها كانت تعيش قرب الغابة، إلا أنها كانت تقطن في عمارة سكنية، وكل جيرانها يعرفون قطة الإقامة السكنية المدعوة لوسي. وبحسب الناس هنالك ظهرت لوسي أول مرة عام 2012، ومنذ ذلك الحين وهي جزء لا يتجزأ من المكان برمته. ومع الوضع في الحسبان شدة البرد وانخفاض الحرارة هناك، فقد كان كل أهل الإقامة مهتمين بلوسي، بحيث يقدمون لها الطعام والماء ويحرصون على أن لا تشعر بالبرد أو تذهب بعيدا للبحث عن الطعام. وعلى أي، عاشت لوسي بنفس الطريقة مدة 3 سنوات، حتى عام 2015 لدى ملاحظة الجميع تغير سلوكها بشكل غير مسبوق. فقد كانت لوسي من القطط التي لا تمؤ كثيرا، وبالكاد يمكن معرفة أنها موجودة، لكن بكاؤها ومواؤها بكثرة دفع الكثيرين للتساؤل عما يحدث للقطة. ومن بين هؤلاء سيدة تدعى ماشا، قررت في أحد الأيام أن تبقى على أهبة الاستعداد وتتبع لوسي لمعرفة السبب الذي كانت تغيب من أجله عدة أيام. وبالطبع لم تكن ماشا لوحدها، بحيث قررت إحدى سيدات مرافقتها، إضافة إلى نيكول السيدة التي ذكرنا في البداية والتي تعتبر ملكة القطة والشخص الأكثر قربا منها. وعلى أي، قاد الفضول السيدات نحو الغابة بالقرب من صندوق للنفايات ليكتشفن بأن لوسي لم تكن هنالك لوحدها. ورغم الصدمة، إلا أنهم قد سارعوا لتدارك الأمر، لأن ما عثرنا عليه كان صندوقا به طفل رضيع مغطى بفوطة صغيرة. لكن الأكثر غرابة هو أن لوسي لم تترك الطفل ليؤخذ ببساطة، بحيث دفعت عنه حتى قامت إيرينا بتهدئتها. وبما أن سلوكها تغير لمدة 3 أيام، فإن أغلبية السكان يرجحون بأن لوسي وجدت الطفل واعتنت به، بل نامت معه في الصندوق لتدفئته. وقد بدا هذا الأمر بوضوح بسبب شعيرات وبر القط التي كانت منتشرة على الفوطة. وعلى أي، بعد كل ما حدث قدمت قناة روسية محلية تدعى RT لاستجواب إيرينا عن مجريات هذه القصة المثيرة. وبالطبع كان السؤال الأكثر أهمية هو ما الذي قامت به إيرينا لدى رؤية القطة قرب طفل في المرة الأولى. فأجابت إيرينا بأن الفضل في بقاء الطفل على قيد الحياة بعد الله تعالى هو لوسي، لأنها صدمت في البداية مما رأته، ولم تتوقع أن رضيعا ما سيغير سلوك القطة ويجعلها تغيب عن مكان عيشها المفضل لساعات طويلة. وفيما يخص الطفل، فقد لاحظت السيدة منذ البداية بأنه قد يبلغ من العمر 3 أشهر تقريبا، وقد ترك بعض الطعام بجانبه، وبالطبع تركه والده أو أحد ما. لكن ترك الطعام والملابس قرب الطفل على حواف الغابة أمر غريب للغاية. ومثلما كان الأغلبية ليقوم به، حملت إيرينا الطفل معها وعادت إلى المنزل كي تتصل بالسلطات. فبعد كل شيء يظل هذا الأمر هو الحل الأنجح. وفي انتظار قدوم الشرطة اعتنت إيرينا بالطفل وتأكدت من أنه غير مصاب بأذى. لكن ما أثار انتباهها أكثر هو ردة فعل لوسي التي لم تفارق الطفل، بحيث بدا واضحا بأنها قد كونت معه علاقة وطيدة، لدرجة أنها لحقت بسيارة الإسعاف لدى مغادرتها من أجل معاينة الطفل بشكل دقيق ورعايته ريثما يتم تدبر أمره. هناك في المستشفى قرر الأطباء بأن لولا تدخل لوسي
وإظهار غريزة الأمومة فيها نحو الطفل، لكان قد تعرض لأضرار بالغة بسبب البرد وخاصة عندما يحل الليل. وعلى أي بعد انتهاء دور الأطباء أصبحت السلطات أمام مهمة العثور على والدين لتبني الرضيع، لأن محاولاتهم لإيجاد والديه باءت بالفشل ولم تسفر جهودهم على أي نتيجة تذكر. وإن كان الجميع متأكدا من أمر ما، فهو مدى رحمة لوسي التي أصبحت مشهورة لدى السكان وعملها الجميع بلطف أكبر مما سبق، لأنها وبكل بساطة بطل يستحق كل التقدير والاحترام، بعكس الوالدين أو أي من خولت له نفسه ترك الرضيع لوحده في العراء. فمهما كانت الظروف، يرى الأغلبية بأن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث، ولا يستحق أي رضيع أن يتم التخلي عنه هكذا. وعلى فكرة، كانت ردة فعل لوسي كفيلة بجعل السكان الذي لطالما اعتادوا عليها بأن يجمعوا الملابس والمال والألعاب القديمة لتقديمها للطفل، بل واتبعوا أخباره. لكن ولحد الساعة لا يعلم أي أحد إن تم العثور على والديه الحقيقيين أو عرض أحدهم تبنيه، إلا أن العبرة من القصة هي أن الحياة والموت أمر بين يدي الله تعالى، وفي بعض الأحيان قد تحدث أمور غير متوقعة، وكل ما يمكن القول عنها هو أن فيها الكثير لجعل المرء أكثر حكمة ليتمعن في هذه الحياة، والتي لن يأخذ المرء منها أي شيء بعد موته. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.